مع الشيخ فتحي صافي. الله يرضى عليكم. الله يرضى عليكم. الله يرضى عليكم. الله يرضى عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وين وصلنا بالجوهرة؟ هاي قرأناها. يمشي ويتم ماشي بيزدر بيزدر. بيقول لك هي قالت لي إذا قالت لك تعا صارت حلال. يعني معظمنا نحن اللي قاعدين بالجامعة تعرضنا لهالمواقف، كثير منا من اللي نحن هلأ قاعدين تعرضنا لهالمواقف، إنه امرأة مثلا تبسمت له أو عزمته أو كذا أو شيء. بالنسبة له ما بينقاد وراء الأمر هذا، فبيحس بحاله إنه مؤمن حقيقة. يمكن حكيت لكم انه بعض الاولياء نسيت اسمه، والله اسمه مشهور هو، فنزل من المدينه المنوره على مكه ومعه تلميذه، محل ما بعدوا عن الميقات طلع هيك لقى التمر قليل، فقال له شغلتوا له الميكروفون؟ هذا الميكروفون ما شغلتوه؟ طيب نعم، هلا طلع السينما الصامته اولا هنيك. فقال له تلميذه روح وجيب لنا تمر، يمكن التمر ما يكفينا. راح التلميذ يشتري تمر، رجع على المدينه، الشيخ قاعد لحاله بالخيمه، نزلت امراه من رؤوس الجبال وقالت اهنئني، فاخذ كف من تمر اعطاها، قالت ما اريد هذا، اريد ما يكون بين الرجل وزوجته. فقعد يبكي يبكي يبكي، فكرته اجدب، تركته ومشيت. اجى التلميذ لقى شيخه بكيان هيك العين، قال ما بالك يا سيدي؟ قال له امراه اجت عرضت حالها علي، يعني وشوف ابليس شلون بعث لي اياها. قعد التلميذ يبكي، قال له الشيخ للتلميذ فهمنا، انا بكيت لانه تجربه الله سبحانه وتعالى عم جرب. انت ليش عم تبكي؟ قال لعلي كنت انا، لو انت رجعت تجيب تمر وانا موجود فلعلي لا اصبر، بركي قالت لي تعا وانا بقى ايش غلطت، فالحمد لله ما كنت انا. قال له نزلوا على مكة، طافوا وسعوا وناموا هيك بطرف الحرم، وإذ بها العالم الكبير شاف في نومه سيدنا يوسف عليه السلام، شافه بالرؤيا، فقال أنت يوسف الصديق؟ قال نعم. فقال إن قصتك مع زليخة عجيبة، شلون أتلك هيت لك وقلت له معاذ الله؟ قال بل قصتك أنت مع صاحبة الأبواء أعجب. قال له الأنبياء معصومين، الأنبياء ما بيزنوا، أنبياء ما بيوقعوا بهيك ورطات، أما نحن كبشر فلذلك نحن مطلوب منا أن نتمسك. هلأ الإنسان مش معرض لتجارب، شوف هلأ الأعصار اللي إجا على أمريكا شو عم يقولوا العالم؟ الله عم ينتقم منهم، لما بتجي علينا مصائب الله سبحانه وتعالى عم يجربنا. لما واحد من اعدائنا بالحاره او من قرايبنا بياكل شيء، حادثه سياره وكذا، شفت شلون الله انتقم منه؟ لما نحن بنتكسر بنطبش عين صابتنا، بدك العين تصيبك الهي، عشو بدها تصيبك العين؟ فتاويلنا للامور نحن على كيفنا، هاد منقول الله سبحانه وتعالى انتقم منه، هاد منقول لا الله سبحانه وتعالى عم يجربه. هالامور هي مو لنا، هالامور هي لرب العالمين سبحانه وتعالى. شوفوا هلا الاحداث اللي عم تصير باركان الامر، كليات الناس عم تتابعها وتتفرج عليها. ناس قالوا بانه مسلمين صار معهم كذا، وناس قالوا انه لا هذول بالنسبه لهم صار معهم مو مشان الاسلام، مشان امور ثانيه. وشفنا بعض العرب كمان مع رئيسة الوزراء تبعهم وشلون عم يستلم جائزة منها، وشفنا وشفنا وشفنا. ولما الله سبحانه وتعالى بده يسألنا لك على الأقل ندعي لهم، إذا ما طالع بإيدنا شيء نحن على الأقل ندعي لهم.
انه الله سبحانه وتعالى يفرج عنهم، يخفف عنهم، اين يرحمون، اين عم يعافيهم من هالبلاء اللي هن موجودين فيه. فحتى هالامور قعدوا يقولوها. بفتح على تواصل اجتماعي بلاقي واحد شو عم يقول انه ابدا مو هيك القصه، خرجن. لك انت مسلم، لك انت مسلم، لك يا اما احكي كلمه طيبه يا اما لا تحكي بنوب. اي نعم. فبتلاقي التاويل من الناس، كل واحد بيقول على كيفه، وهذا الامر مخيف. نحن بالنسبه لنا اذا انسان ارتكب معصيه وتاب، فبمجرد ما تاب، بس التوبه الى شروط. اذا حقوق العباد متعلقه فيها مشكله، مثلا سرقت من زلمه 1000 ليره وتبت، ايه وال1000 ليره رجعها، ومو شرط اقول للزلمه والله سرقت لك 1000 ليره بدك تسامحني، لا لا، اعطيه 1000 ليره باي وسيله كانت، هديه، اي امر، اي نعم هيك، يعني فوت عليه من باب انه ترجع له 1000 ليره بس بدون ما تقول له انه انا سرقت لك اياها. مره كنت امام جامع حسبي مشان اترك امتى ما بدي، فزلمي فات عم القي هيك درس انا، بانه يوم القيامه بده يسالك رب العالمين سبحانه وتعالى، فاذا سارق شيء اخذ شيء مو لك بدك ترجعه. في واحد من الشباب اللي قاعدين بالجامع فزوا مشي، اجاني المساء، مرحبا عليك شيخ، من الوهلين. قال والله انا بزواني سرقت خروف من قدام بيت. قالوا ايه؟ قال بعد درسي سمعته منك رحت لعنده دقيت عليه الباب. قالوا ما كان بزمانكم كنتم واقفين خروف دام بيت؟ قالوا له ايه. قالوا بتعرفوا مين سرقه؟ قالوا لا والله انا سرقته. الله لا يعطيك العافيه. قالوا له، قالوا بدكم خروف عواضه لما بدكم مصاري؟ قالوا هات مصاري اعطاهم. لك ليش لحتى تعلن عن نفسك انك سرقت؟ رجع المصاري باي اسلوب ولا تفضح حالك. الله سبحانه وتعالى ما بيريد لك الفضيحه. هلا شوف اللي مو مصلي الصبح حاضر وعم يصلي قضاء الساعة 10 مع صلاة الظهر عم يصلي، قال لك تسقط عنه، بيسقط عنه دعاء القنوت مشان الناس ما يعرفوه انه مو مصلي الصبح هلا عم يصليه، ما بيجيب دعاء القنوت، بيصلي ركعتين فرض الفجر قضاء مما علي وهو ساكت، لا دعاء قنوت ولا شيء. ليش؟ لانه الله سبحانه وتعالى ما بيريدك تنفضح. رب العالمين سترك واستور على حالك انت كمان. فالتوبه بده يكون اي نعم توبه نصوحه. انسان لما يتوب توبه صادقه. توبه صادقه شغله كبيره عند الله سبحانه وتعالى. وذكرنا باحد الدروس انه جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما طلع من المدينه المنوره للقاهره وكانوا عم يفوتوا بيسكروا بوابات القاهره، انه بالليل بيسكروا ابواب المدن كانوا. هلا الشام لها ابواب، كم باب في إلى الشام؟ 7 أبواب. فلا بيسألونا الناس اللي ساكنين جوات السور، لما بقولون أنا من الشام بيقول شيخ أنت من جوات السور ما برات السور؟ إذا من برات السور معناته أنتوا شوام، يعني مو زيادة، إيه نعم ملحقين بالشام. إيه والله إحنا من الصالحية، الصالحية محدثة بنوها بعام 500 هجرية. إيه نعم. فأجوا من نابلس من فلسطين، أجوا ناس نخبة الأمم يلي إجت وعمرت الصالحية عنا. لما عمروا حارتنا الصالحية سميت الصالحية نسبة للصالحين. سمعنا من أجدادنا أنه كانت الناس لما تطلع على الصالحية تشلح من إجريها، من بوابة الصالحية يشلحوا من إجرون. هلأ الناس تشلح أواعية أو ما تطلع على الصالحية بوابة الصالحية بيشلحوا أواعيون، كلها بزلوط عنا صارت. إيه نعم. فالصالحية إيه نعم لما عمروها ساووا فيها المدرسة العمرية، مدرسة العمرية على موقف باص الشيخ محي الدين مواجه جامع الحاجبية، كانت من أكبر الجامعات الإسلامية بعهد يقرأ فيها القرآن والحديث الشريف والعقيدة، كنت تشوف فيها كبار علماء الدنيا عم تدرس فيها، وكانوا حنابلة على مذهب الإمام أحمد بن حنبل. سألني أحد الطلاب بالدرس السابق بجامع التقوى انه ليش بيقولوا انه لا تكون حنبلي؟ يعني ببال الناس انه الامام احمد متشدد. لا لا لا، مو لا متشدد ولا شيء، بس الامام ابو حنيفه والامام مالك والامام الشافعي كانت الناس بعصر اهل الله واهل دين وتقوى. في زمن الامام احمد بن حنبل كانت الناس فلتت كثير من امور الدين، مثل حكايتنا اليوم.
يعني اليوم بتلاقينا الزلم عم الصافح نسوان، بتلاقينا بيقولوا العلماء انه التدخين حرام، بتلاقي الناس عم تدخن، بتلاقي نعم بتشارع الكفر والضلال ومسبات الدين عادي، مشان كاسة شاي بيحلف بالطلاق، مشان نعم اي مشكلة بيحلف بالحرام. جاني واحد هم كفر سوسي قال لي شيخ عملنا درس على الطلاق والحرام، شو عم ندرس لك؟ قال لي كتير ناس هون عم تحلف بالطلاق والحرام، وهذا الأمر ما في لعب ما في مزح، سلاس هزدوهن جد وجدوهن جد، الطلاق والعتاق والنكاح. فما في مثلا عالم تشدد وعالم رخى، لا بيقولوا رخص ابن عباس وشدائد ابن عمر، لا أبدا، لا ابن عباس تساهل بالدين ولا ابن عمر عم تشدد بالدين، وكلهم من رسول الله ملتمسوا عبادلة الصحابة، ما في رخص ولا في إيش. لكن الدين يعني في عندك مثلا أشياء، هلأ في دعاة وفي علماء فتوى، أنا بدي أياك تكون من الدعاة ما تكون من أهل الفتوى. هلأ أهل الفتوى بيقول لك مثلا الخمر حرام، احنا ما بدنا نقول لزلمة مدمن تقول له الخمر حرام، ما بيحسن يترك الخمر، نقول له خففه. المفتي بيقول لك لا ما بيصير يخففه، الخمر حرام بنص القرآن الكريم، بده ينقطع عنه. لك أخي هذا مبتلى ما في يقطعه، خلي يخفف شوي 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 بعدين بيتركه. أنا رحت على بلد فيها جامع مسكر من سنة 56، مسامحيننا بالصلاة مسامحيننا بالدين. اي نعم، رحت على الجامع عم كنس، اجوا أهل البلد قال شيخ انت مين بعت وراك؟ قال والله أنا متبرع يعني جاي مشان يعني نفتح الجامع ونصير نصلي فيه. فبدأنا بالصلاة، بس نفتح الجامع يوم الجمعة اطلع من البلد يسكروا الجامع ولا صلاة فيه. إيه نعم، فبدأنا صرنا نجيبهم على الصلاة، صلاة الظهر والعصر، صاروا يجوا على الجامع بالظهر والعصر. قال شيخ بس يعني عم نجي على ظهر العصر كرمالة، لا تعملنا مغرب وعشي، احنا جماعة مهربين عايشين طول الليل بالجبال، فلذلك لا نفاضين لا المغرب ولا العشي. قلنا له طيب هلا مشاني صليتوا ظهر وعصر، مشان الله ما بصلوا المغرب؟ شيخ لا تعملنا مغرب وعشي مشان الله. لك اخي انا مشان الله بدك تصلي. طيب صار يجوا على الجامع على صلاة المغرب، عشاء وفجر ما في، قالوا لا لا تجوا لا عشاء ولا فجر. فاز احد المفتين قال لي شلون بدي له لا يجوا على الجامع؟ لك اخي تعال حط ايدي بايدك خلينا نجيبهم على الجامع، خلينا نتقوى عليهم يصيروا يجوا على الجامع. فسبحان الله يعني المفتي غير الداعية. إذا بنت مثلا تلبس، هلا عم نشوفهم على البسكليتات قميص شيال وبنطلون مشرط الجنس تبعها كلياته. إيه نعم، والله أنا فكرت مرة إنه فأرة ما محون على وجدبتي. إيه نعم، صرت أقول الله يعين العالم، ترى الله يعيني أنا. إيه نعم، على مخي التعبان هذا تاري البنطلون المشرط موضة. إيه نعم، فهلا إذا بتشوف امرأة لابسة هيك رح ترضى تلبس جلباب ومنديل وكفوف؟ هي ما بترضى. إذا بدك ترجع في قول لأحد العلماء في له رسالة هالقد اسمها يا ابنتي، والله هالرسالة لو كتبت بماء الذهب قليل عليها. بيقول فيها إنه أهل الشام لما بدأوا من ما يقرب من 50 سنة كانت نساء الشام كلياتها محجبة، من 50 سنة كلياته جلابيب ومناديل وكفوف. أنا بوعى على أمي كانت تلبس راسية، وكانت تلبس نعم مدري شو اسمها، هي تحطها هيك على كتافها وتربطها من هون، وتلبس خراطة طويلة وتلخي على وشها طائل وتحط إيديها تحت الملاية، وإذا وقفت عند خضر بدها تشتري تتخن صوتها عشان ما يعرفها أنه صبية. قديش كيلو البطاطا يا ابني؟ مع أنه يعني هي ما كان لها ذاك السن الكبير، مشان يفتكروها اختيارها ما يطمعوا فيها. فمن 50 سنة كانوا هيك، تدرجوا 50 سنة صاروا هيك. هلأ قال إذا بدنا نرجع لنسواننا مثل ما كانوا أول بالملايا بدنا 50 سنة، بيوم وليلة ما بيرجعوا أبدا ما بيرضوا. بدك بالتدريج، شلون بالتدريج وصلوا لهون؟ كمان بدنا بالتدريج نرجع فيهم. الخمارات صارت موجودة وين ما كان، حتى المسلمين بيبيعوا خمر
عنا بحوايرنا في ناس بتبيع خمر مسلمين من عدا المخدرات. اي نعم. فلذلك هلا هذول اذا كان بدنا بالنسبه لهم نشتغل فيهم وهذول نحن مسؤولين عنهم، والمره اللي بلغتها نحن الله سبحانه وتعالى بده يسالنا عنها. مره انا عندي الموعد مقدس، عندي الموعد ما في لعبه، بتقلي 8 بصل 8 الى 5 على الموعد. هلا لانه لقيت المكاري قليله بالفحامه اجيت مشي، فبعير معي نص ساعه مشان ما اتاخر ايش على الدرس او اتاخر على اي انسان. فمره في عندي موعد، جاي السياره ضاربه ضو بوشي ما شفتها، اشرت لها السياره، وقفت السياره تاري في بقلب منا امراه غير محجبه سافره حاسره. اي نعم. فتحت الباب وطلعت جنبه للشوفير، فبيقول لي الشوفير السائق اي نعم اهلين شيخ تباركنا فيك يا اخي، نال الله يكرمه. قال لي الشيخ وين بتخطب؟ قال والله بالجامع الفلاني، انا خطيب جمعه الجامع الفلاني وكذا وياه. اي نعم. قلت له والله الجمعه هي خطبت خطبه على جلباب. اي نعم. ففات على البلد 25 جلباب اول خطبه. اي نعم. فان شاء الله انه بيتبعها بعد منها. اي نعم. لانه قلت له لما بدنا نشوف امراه يعني بلغتها، صار يطلع بالمرايه على المراه قال لحاله يا ريتني ما طلعت الشيخ. اي نعم. خرب علي الطلب. فقلنا له هي نحن بدنا ناكل اكله عنها يوم القيامه، لانه ما عم نحسن نوصلها الفكره، ما عم نحسن نوصلها الدين. الناس كرهت المشايخ، الشيخ صار مباشره على جهنم. اي نعم. يا مغضوب يا ضلايلي يا كذا، الناس عم تهرب من المشايخ. لك يا اخي خذ الناس هيك يفهمون. طيب الدين الاسلامي اوله ما كان بهالشده، وهلا الدعوه اليوم ببلادنا والبلاد العربيه الاسلاميه كلياتها مثل ايام مكه المكرمه، مو مثل ايام المدينه المنوره. ايام مكه المكرمه يا ايها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا. هلا خطيب الجمعه شوف بايده غير قلنا اي نعم اتقوا الله، اي نعم مثلا لا تسروا لا تزني، صرنا بالاحكام الشرعيه. مادة 133. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا تزوج الرجل أختين خاليتين عن نكاح وعدة في عقد واحد. هلا بصح أنك مثلا أجوا تنتين نسوان رفقة قالوا لك يعني بدنا أنه نحن نكون عندك نساء تزوجنا، هات اثنين شهود وتساوي لهم تنتين بعقد واحد بصح، ما في مشكلة. إيه نعم. هذا محظوظ. أنا سمعت مرة عن شيخ من شيوخ الشام وعنده مدرسة شرعية وشيخ ويعني بدي أقله نوبي على قولة العوام، زوج على مرته. فقالونا أنه الزوجة القديمة موافقة أنه يتزوج، وقال له نسألوها لزوجتي. مضت الأيام إجت زوجته القديمة على الجامع لعندي زيارة، جاي هي وأولادها وتلميذاتها وكذا، قلنا لهم يعني لاولادها يعني امكم معكم؟ قال لي انا بعرف الاولاد، مو اولاد اسمه ولد يعني لانه ابن، اما هن مشايخ وكبار وشباب. قلنا له امكم؟ قال لي نال حجي والله بدي اسالك سؤال. اجوا والله كل تلميذاتها وقفوا، شو بدي اسالها قبل حاله؟ نال حجي من حقها انه انت وافقتي له لزوجك انه يتزوج عليك؟ يعني اخذ وحده جديده؟ قالوا لي هي هي الجديده، ما في وحدة جديدة وما أنا رضيانين إنه تتزوج إنه يتزوج. يا أخي يعني أي امرأة بترضى إنه زوجها يتزوج؟ هلا أنا إن شاء الله الشهر الجاي طالع على السويد، إجت الإجازة من وزارة الأوقاف ووافق لي وزير الأوقاف على السفر. إي نعم. فإن شاء الله رح نشتغل بقى بروتين الأوراق، وإذا الله سبحانه وتعالى يسرنا بدنا نطلع. زوجتي إي نعم مو هين عليها السفرة كلها. إي نعم. وخاصة قالوا لي شباب من السويد، قالوا له المشايخ تبع الدعوة الإسلامية هنيك مركز الإسلامي، قالوا أنت بس جيب لنا الشيخ لهم بس، ونحن من جوزه ومنخليه عنا بالسويد ما بيطلع. هنا قالت لي هيك قالوا، لكن هلا بنت الحلال عم يمزحوا. وبعدين يعني الرحلة خلصت، يعني صرنا ب 63 سنة غربت، ما صفى بالكرم إلا الحطب. فلذلك يعني لا تخافي على شيء. اي نعم.
قال لي هالمرة آخر مرة، السفرة الجاية بيكون معك. نال إن شاء الله السفرة الجاية بشترط عليهم أي بلد بيطلبوني روح لعندهم إنه إيه نعم إنك تكوني معي. فالزوجة بتغار على زوجها حتى ولو كان يعني اختيار كركم عايف حاله خالصة الصلاحية تبعه إيه نعم كل شيء، مع ذلك ما بترضى إنه يعني يتزوج عليها أو يطلع بغيرها. تنتين نساء يتزوجهم بعقد واحد والله محظوظ هذا، بس المسألة هون إذا أختين، إذا تنتين أخوات وعقد عليهم عقد ما صح العقد. إذا تزوج الرجل أختين خاليتين عن نكاح وعدة، لأن المرأة لحتى أن يصح زواجها بدها تكون خالية عن نكاح وعدة، لا عليها عدة إيه نعم وما لا متزوجة. والله اليوم عم نسمع أنه عم يتزوج وهي متزوجة إيه نعم. حكى لي واحد على التواصل الاجتماعي فات على بيته، ما بعرف بألمانيا بالسويد ولا بعرف أني بلد، فات على بيته لقى في زلمة ببيته، قال لي ما حكيت ولا كلمة، أعطيتها كلمتها تميت ماشي إيه نعم. لأنه إذا تعادى هو وياها قوانينه غير قوانيننا، فبده إيه نعم يجع راسه. بيحكي لي اليوم واحد زوجته خلعت الحجاب وخففت شوي الأواعي، هذا الجلباب ما الجلباب خففته إيه نعم، وصارت بقى رفقاتها على الفيسبوك تروح تزورن، رفقاتها على الواتساب تروح تزورن، ولها سفر برات البيت، وما عجبك الله معك. بتقول له قال لي ولا صفى أدب بالحديث معي ولا صفى شيء. فعملوا لي انه نعم قال خايفين اذا طلعنا على السويد ونطلب اللجوء بالاوقاف، قالوا لي من كتبك تعهد انه ترجع، صاروا يخافوا علي. لا صرت ايه نعم انا سروي وطنيه من شيء 4-5 اشهر كانوا مو سالين عني يا ريتك تروح شيء نعم شيء مشوار ايه نعم. ف امام ما بقى استقر هني، اذا بدي استقر والعيال ايه نعم تتغير، ما كثير النساء عم تتغير 90% عم تتغير. في نساء ما زالت ملتزمة ما نقول ما في، وفي شباب ملتزمة بس مو مغامرة هي، والله ممكن هيك ممكن هيك، لا مو مغامرة يعني. فبعقد واحد فنكاحهما غير صحيح، ويجب التفريق بينه وبينهما. قال اتزوجتن روحنا اللي انت وياهن، إن لم يفارقهما قال قاعد أنا وياهن وهو مطلع ما بصير تقعد انت وياهن، ولا مهر لهما إن وقع التفريق قبل الدخول، لأنه ما في عقد، العقد غير صحيح فما في له المهر. فإن كانت إحداهما متزوجة أو معتدة فنكاحها غير صحيح ونكاح الخالية صحيح. يعني حط أختين، واحدة متجوزة واحدة عزابية، وقال له زوجنني أنفسكن وقال زوجناك، المتزوجة عقدها باطل والعزابية عقدها صحيح صارت زوجته إيه نعم بالشكل هذا. هنا بس هلا وحده نكاحها صحيح وحده متزوجه ما صح العقد، ما صح راح على التنتين نفس الماده الاولى اللي قرانا اول ماده راح العقد على التنتين. فان كانت احداهم متزوجه او معتده فنكاحها غير صحيح ونكاح الخاليه صحيح. فان تزوجهما في عقدين متعاقبين، وحده تزوجها يوم السبت وحده تزوجها يوم الاحد، وعلم الاسبق او علم الاسبق منهما، عرفنا اني وحده اول واني وحده الثانيه. هلا الاول عقده صحيح والثانيه عقده باطل. هلا انت متزوج اجت اخت زوجتك لعندك في شهود، قلت لها زوجيني نفسك على كتاب الله سنة رسول الله، قالت لك زوجتك نفسي، حكي فاضي. ليش؟ لانك متزوج اختها فما صح عقده. في شيخ قال لي صح، قال لي ضبط لي الكتاب تبعي وكل غلطه بعطيك هديه كتاب، فصححت له من كتبه، فذاكر بكتابه بانه اذا بدك تتزوج اخت زوجتك فلازم تطلق زوجتك. كتبت له تحت منه حاشيه ولازم تستنى لحتى زوجتك تخلص عدتها، مو دغري تقول لزوجتك انت طالق وبتجيب اختها بتتزوجها، لا بدك تستنى لحتى الزوجة تخلص عدتها. بصير بقى بتسألها ما خلصت العدة لسه، بجوز تكون خالصة العدة هي بتقول لسه اينا. هلا في نسوان يعني بتدلل على رجالة بتكون نطفت
بدي احط ايده عليه وقلت له ما انطفت لسه وهي تكون نطفانه، حسابها عسير عند الله سبحانه وتعالى. هنا المرأة ما بتمسك زوجها الا بهالنواحي هي، هنا ولا لا فيها تمسكه باكلي ولا بشربي ولا بمشوار ولا بشي ولا اي شيء. بتلاقي طول النهار ما احلاها معه وامرك بيجيبوا اكل وبياكلوا وبيشربوا، عند المساء بتلاقي قلبت وشها عند عازتها. اي نعم، وتضرب العازه بقى. اي نعم، لازم تتعلموا يا ولدي، لازم تتعلموا. انا يوم اللي تزوجت ليله الفرح تبعي رحت على الشغل، وانا بشغل خباز شغلي بالليل، خلص فرحي من هون رحت على الفرن، جيت الصبح لقيت امي وزوجتي عم يبكوا. شوفي، قال طيب ما بدك تزوج؟ قول ما بدي اتزوج. مو ضروري تروح. قلت ليش ما بدي اتزوج؟ قال كان ليش رحت على الشغل؟ ليش المره شو بتزوج شو بتنقص عندي؟ إيه ما بتزوج لا بتنقص المره، يعني كنت قاسي. هلا ما اتجوز لا اي نعم بجيب ما بدك. شو بدنا بالحكي؟ اي نعم، كثير شغلات سويتها بعدين اي نعم يعني قلت حالي يا ريتني ما اشتغلتها، ندمت عليها. اي نعم نعم، العقدين متعاقبين علم الأسبق منهما وكان صحيحا فنكاح الثاني غير صحيح. نعم، ويفرق بينهما عند عدم المتاركة. قال ما لي تاركون؟ غصبا عنك بدك تتركون. وإن كان واقعها يحرم عليه قبل مضي عدتها وقاع الأولى، راح نام مع الثاني الأخت الثانية. هلا نكاحها باطل وبدها تاخذ مهر، وما بيصير بقى نعم يرجع للأولى حتى تخلص عدتها اللي نكحها، لأنه نعم بالنسبة لنا القاعدة لا يخلو الوطأ في دار الإسلام عن عقر أو عقر. والله نعم نام مع مرة والله بالخطأ لا تأخذونا، ما في يا زواج يا بيدفع مهر أو يقام عليه الحد. فلذلك بالحلال نعم يا المهر يا الزواج، أو أنه إيه نعم إذا كان عالم بالحرام فيقام عليه الحد. فإن لم يعلم الأسبق منهما أو علم ونسي بطل العقدان معا. نالوا أني منون يعني اللي زوجته أول قال والله مالي متذكر، هو ديك يشرب لك كاسة شاي على رواه تذكر كزائن، قال والله مالي متذكر، من هون لهون والله مالي متذكر، إذا كان العقدين باطلين مالك متذكر العقد. هلا عنا احوال، اذا انسان عم يصلي ما كان يعرف بقى الركعه الثانيه لما الثالثه، الثانيه لما الثالثه قاعد يفكر، ما في معك مجال طويل تقعد تفكر، بسرعه بدك تفكر فيها، الثانيه لما الثالثه اني ركعه الثانيه لما الثالثه، الثانيه لما الثالثه، قال مالي عرفان، اها شك فيهم، معناتها انت بتشك على طول. اي نعم، يعني كل ثلاث اربع ايام بتشك مره، لما بكل اسبوعين ثلاثة بتشك مرة، قال كل اسبوعين ثلاثة معناتها صلاتك باطلة. أما كل يومين ثلاثة بشك معناتها الثانية من الثالثة لا الثانية، بس كل ركعة بدك تقعد للتشهد، وآخر الصلاة بتسجد للسهو. أي نعم. إي طبعا بدنا نسهى، لأنه بنجي على الصلاة عقلنا مو معنا. هلا ورا الإمام بنصلي بالإيعاز. الله أكبر معناتها قوم. الله أكبر معناتها بدنا نقعد للتشهد. مرة قالوا لي بجامع الحاجبية كنت أنا عم لازم الشيخ حسان، فكنت صلي المساء أحيانا ما يجي، فقالوا لي شيخ يعني أنت لما بتمطي الله أكبر أحيانا ما بنسمعك، أعطيها عزم. قالوا الناس بتضيع، لا ما بتضيع الناس، أعطيها عزم. إيه نعم قرود أخي تقول الله أكبر، نص الجامع وقف معتادين الله أكبر، عندها في وقفة. حكى الشيخ أحمد قتابي أبو حامد رحمه الله تعالى بأنه نعم في إمام اي نعم سهي وفز للركعة الثالثة بدون ما يقعد قعود الأول، فناس قعدوا لأنه في قعود وناس وقفوا، يلي قعدوا قالوا له سبحان الله قعد، لو رجع تفسد صلاته لأنه قام لركن القعود واجب، اللي قاعدين قالوا سبحان الله قعد، يلي واقفين قالوا ما رضوا يقعدوا قالوا سبحان الله وقف، اللي قاعدين قالوا سبحان الله قعد، اللي واقفين قالوا سبحان الله حمل حاله ومشي راح البيت. اي نعم حريد. اي نعم، فلذلك اي نعم يعني العباده جزم، لو الناس كلياتها يسبحوا ورائي وانا معتقد بشغلي انه صح ما برد،
حصلت في دار الحديث الشريف. شيخ محمود بعين الرنكوسي رحمه الله تعالى جلس على رأس الركعة الثالثة في صلاة العصر. الناس وقفت مشان يجيبوا الرابعة. الشيخ قعد قالوا سبحان الله ما رد، سبحان الله ما رد. سلم على رأس الركعة الثالثة. يلي معتقدين هي الرابعة تموا قاعدين وسلموا مع الشيخ. يلي واقفين الشيخ حسين صعبية قال لهم يلي بيعتقد انه الشيخ صلى ثلاث ركع فصلاته فاسدة، قوموا حتى نصلي نجيب لحالنا صلاة على جنب. يلي بيعتقد أربع ركع صلاته صحيت، اللي معتقدين ثلاثة فزوا على جنب جابوا صلاة العصر. ما في داعي نعمل شوشرة نحن والإمام. لا يا سيدي ثلاث ركع، لا أربع، لا 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 لا. كل مسألة فيها إيش؟ دس مفصل حط حكمة. كل شغلة وإلها أي نعم حل، ما في شيء بدون حل. فنسي ونسي بطل العقدان معا، والنسيان حدث سماوي. اي نعم، يعني لا سبحان الله تلاقي بني ادم بس يكبر بصير بقى ايش يعني بصير بينسى. اي نعم، اي يصيبه مثل الزهايمر. ما لم يكن احدهما بعينه غير صحيح، اما اذا كان في عقد غير صحيح ما عاد في شيء، من الاصل فيصح الاخر. وان وقع التفريق بينه وبينها قبل الدخول، ما دخلوا لسه، اخذ الثاني وما دخلوا، فله ان يتزوج ايتهما شاء. هلا التنتين عقد عليهن، اي نعم، بالنسبه لهن يتزوج اللي بده اياها، لانه بيقول انت طالق قلت العقد غير صحيح، بياخذ الثانيه مباشره. هلا اذا واحد مثلا كاتب كتابه على بنت لا في خلوة صحيحة ولا في شيء، تشاجر وياها الا انت طالق، تروح تتزوج بعد خمس دقائق جاها خاطب تتزوج. مرة اجوني على البيت رجل هو بزوجته كاتبين كتابهم، كان دنيا رمضان عازمها على الفطور بمطعم. بقى المطاعم ما بتبيع مثل حكاية هلا، مثلا بتلاقي مشاوي بتلاقي ما في، برمضان بيطبخوا اكل فبيعلنوا برا انه طابخين كذا طابخين كذا. فهو وياها قالت له المطعم ما بدي، قال هذا المطعم انا بعرفوش مطعم فخم ظريف، قالت له ما بدي. شو ما بدك يا ولي انا الزلمه؟ قالت له ما بدي اياه تخانوا، قال انت طالق طلقت، ما في دخول، ما في خلوه صحيحه. بعد فتره تراضوا راحوا لعند شيخ، قال له الشيخ الها ارجعتك الى عصمتي وعقد نكاحي. قال له أرجعتك إلى عصمتي وعقد نكاحي، وتزوجوا ثلاثة شهور تشاجر هو وياها، قال له أنت طالق طالق طالق. فقالت له أمه روح شوف الشيخ فتحي بركي بيحل لك ياها. إيه نعم، يعني مفتكرين رقبتي أنه خرج بتلقى على جهنم بيدعس على رقبتي بيتموا فايت على الجنة. ما بفتي، بس قلت له سمعني شو المسألة، يعني بس لمجرد العلم بالشيء. فقال لي هيك القصة، رفعت السماعة اتصلت بالشيخ حسان الهندي ناله اسمع على الفتوى سيدي. اي نعم، طلقها بدون لا دخول ولا خلوة صحيحة. وقال له شيخ الا ارجع لك، ما بترجع، ارجعتك الى عصمتي وعقد نكاحي اذا كان طلاق رجعي. واحد متزوج وداخل وتخانقوا زوجته، قال له انت طالق طلاق رجعي، هي ضمن العدة، بيقول لي ارجعتك الى عصمتي وعقد نكاحي بترجع. اما هون قلت له يا عمو انت قاعد انت وياها بالزنا. قال لي شو الحكي؟ قال له ايه والله ما لك خبر يعني؟ قال لي الشيخ، اي شيخ؟ بتروح لعند شيخ مثل سيدنا الشيخ محمود البزال؟ هذا الشيخ بتروح تسأله، اما تسأل انسان مو دارس شو بيعرفك شو رح يفتي لك؟ فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون، بدك تسأل اهل العلم. فسألت شيخ، اي شيخ يعني؟ دراع شاش ودقن ببلاش صار شيخ. الشيخ اللي بيضربوا اللي يكتبوا حجب اسمه شيخ، شيخ النور اسمه شيخ، شيخ الكار اسمه شيخ. اي نعم، فكلنا مشايخ، اي شيخ رحت لعنده؟ شيخ الامرجيه شيخ. اي نعم، اي شيخ رحت لعنده؟ روح لعند شيخ واساله ليعطيك فتوى. اي نعم، فسبحان الله. اي نعم، قلنا له روح جيب اثنين وبدون ما تجيبوا سيره لا لاهاليكم ولا لحدا، واي نعم، وبدون ما تحكوا للشهود شو القصة، بس المهم اجراء عقد. اي نعم، وبينك وبينه في طلقة اللي طلقت اياها من اول. اي نعم، حملوا حالهم وراحوا. ثم قال:
ما زلنا في المادة 133 آخر الصفحة 42 تقريبا 42. وفي هذا القدر الكفاية والحمد لله رب العالمين. مع الشيخ فتحي صافي. الله يرضى عليكم. الله يرضى عليكم. الله يرضى عليكم. الله يرضى عليكم. أكف الضراعة متشفعين إليك بصاحب الوسيلة والشفاعة، ألا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا معسرا إلا يسرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عدوا للإسلام والمسلمين إلا قصمته. اللهم انصر جيوش المسلمين وعساكر الموحدين وأحسن خلاص المسجونين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد بهم غير ذلك فاقسم ظهره ومزقه شر ممزق مزقته لأعدائك يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا وعافي مبتلانا، اللهم اشف مرضانا وعافي مبتلانا، واستر على حرمانا. اللهم اهدي أولادنا، اللهم اهدي بناتنا، اللهم اهدي نساءنا، اللهم ردنا وجميع المسلمين إلى ديننا وشريعتنا ردا جميلا. اللهم إن في البلاد والعباد من الجوع والضيم والضنك ما لا نشكو إلا إليه. اللهم اكشف عنا السوء إنا موقنون. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأصحاب الحقوق علينا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.